اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، واكيد متابعين ومكملين برنامج صباح الرياضيه. واليوم حبينا تكون معنا احدى لاعبات كره القدم للنادي الارثوذكسي. نرحب اكيد بلانا شحاتيت. اهلا وسهلا فيكي ونورتينا. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو لك ولكل الناس. اهلا وسهلا. نبلش معك من بداياتك لانا، انت كانت اول مره فيها تتفكري اصلا تتوجهي لكره القدم؟ هلا انا من وانا صغيره كنت رياضيه، يعني كنت بالمدرسه باخذ يعني اي تفوق رياضي بالمدرسه كنت انا، وكنت اول شيء بدايه كنت بلعب باسكتبول. حلو. كنت كابتن الفريق بالمدرسه، بس لاني بحضر فوتبول اكثر، فيعني بحضر المباريات، فقررت اني افوت بالمجال تاع الفوتبول. صرت العب لحالي يعني بالبيت مع عائلتي، بعدين بلشت مع اخوي مع اولاد عمي، وبعدين قررت اني افوت بفريق عشان انه يعني انمي هاي المهاره اللي عندي. وباحدى الايام كانت هي يعني بصراحه دافع كبير الي، يعني اعطاني ثقه زياده. كنت بحصه رياضه بالمدرسه وكان الكابتن جريس تادروس مارق، فشافني كنت لحالي عم بعمل دربل في الطابه، فطلب يحكي مع معلمه الرياضه وسال عني وتواصل مع اهلي، وطلعوا بيعرفوا بعض وحكى لهم انه يعني بدي انه يعني حرام هاي، لازم تفوت نادي يعني تقدم موهبتها. وكنت يعني اوريدي انا فايتي قبل باسبوعين بالنادي الارثوذكسي، فكملت معهم. واول سنتين تقريبا ما كنت فايتي بالكشوفات، كنت بس عم بروح بتمرن. وكانت باي عمر هذا كان؟ ويعني انت بتحكي عن شهاده الدبور كابتن جريس. كان هذا بعمر 16، كان كنت عم بلعب في المدرسة. فيعني هاي كانت أكبر يعني بصراحة دفعة قوية لألي. وتقريبا ضليت سنتين يعني ما عم بفوت مع النادي، ما عم بفوت بالكشوفات، بس بروح بتمرن. وكان بصراحة شعور غريب، يعني أول يوم تمرين إلي كان يعني بتقدري تحكي إنه يعني بنات جداد، بيئة جديدة، ما كان حد بعرفه. بس يعني قدرت أكمل، ما وقفت، وصرت بالكشوفات وصرت ألعب يعني الجيمات الأساسية ويعني بشكل أساسي. فكان هيك يعني بصراحة. رهيب. جميل جدا. نتحدث أيضا عن يعني المهارة اللي بلشت فيها. دائما ما بنحكي إنه اللاعبات أو اللاعبين ببلشوا بهجوم مثلا. نعم. أو ببلشوا بإنه أنا بدي أفوت أهداف. مزبوط. هلأ أنا بداية ما كنت عارفة بأي موقع أنا بدي أكون، يعني كنت يعني كيف بيحكوها جوكر، كان مرات اروح ظهير مرات العب نص. فيعني قبل بموسمين الكوتش اسماعيل، هو انه اسماعيل عوضات، هو انه ارتقى له انه انا اكون مهاجمه، وفعليا كملت على مهاجمه، ويعني عم برتاح في المكان، فبحس انه هو هذا المكان بيناسبني. يعني بقدر العب باماكن ثانيه بس هو هذا المكان المناسب اللي بتحبي. يس. هل في مشاركة معينة أو مباراة معينة مأثرة فيكي لليوم تتذكريها وتحسي بفخر أكثر من غيرها؟ يعني بصراحة كل مباراة إلها شعور، يعني كل مباراة كل لحظة بالملعب هي بتعطيك شعور، يعني ما في إشي مميز. يعني بدي أحكي لك الجيم الجاي هي الجيم المميزة. حلو. فيعني كل جيم عم تيجي عم بتنمي من شخصيتي في الفوتبول، فبحس هيك كل جيم هي الجيم، يعني الجيم الجاي هي احلى جيم. هي احلى وحده. مزبوط. بس فرقتي بين لعب كره القدم ودراستك، يعني ما درستي رياضه. احكي لنا اكثر شو بتدرسي وليش رحتي كمان للدراسه هاي؟ درست، عم بدرس حاليا سنه ثالثه اسباني وانجليزي بالجامعه الاردنيه. هلا كوستاس. ف يعني بصراحه من انا صغيره حابه، لاني زي ما قلت بحضر فوتبول كنت من انا صغيره، فكنت حابه اروح على اسبانيا على اساس انه على اساس مذيعه بريال مدريد على شيء زي هيك، يعني شيء بالفوتبول. فحبيت ادرس لغات على اساس انه برضه يعني اكمل بباث اني انا اكون فوتبول شيء باللغات. حلو. فعلى هذا الاساس. واسبانيا كمان يعني بتحكي عن يعني هو الدوريه تاعهم كثير حلو طبعا. فان شاء الله. طب نحكي كره قدم ولا كره سله هلا بعد هالفتره هاي؟ هي قدم. خلص قدم. اكيد اكيد يعني كره السله حلوه بصراحه، يعني انا كثير بحب كل الرياضات بصراحه، بس كرة القدم هي يعني لقيت حالي فيها. يعني هيك إذا مرات إنه بمر فترة ما عم بلعب إنه لا يعني هي غلط. الحياة. ممتاز. حلو كتير. شو تحضيراتكم؟ شو عم تعملوا حاليا نادي الأرثوذكسي؟ هلأ حاليا نحنا يعني الموسم الجديد عم ببلش، من الكورونا شوي عم بيكون في صعوبة بصراحة. صح. يعني من الموسم الماضي لما إجت الكورونا كتير واجهنا مشكلة، يعني
فيعني ان شاء الله يعني ان شاء الله عم بكون في يعني اجراءات وعم توقيع ان شاء الله عم يعني عم بتطور النادي وان شاء الله نقدر نحقق فوز بصراحه يعني عم نتعب عم بكون في جهد علينا وعم نلتزم يعني فان شاء الله بكون في مقابل هذا الجهد اللي عم نعمله ان شاء الله. لانا نحكي عن جانب الدعم النفسي اللي انت حصلتي عليه لتقدري تكملي وخاصه انه انت عم تدرسي هلا فيمكن بحاجه دعم مضاعف. مزبوط. هلا الفوتبول بصراحه بده التزام يعني مزبوط. يعني كثير يعني الالتزام حرفي لازم يكون فبدك تفرق يعني بدك تعطي وقت للدراسه وبدك تعطي وقت للفوتبول وما بكفي اني اروح على التمرين لا في كمان تمارين خاصه لحالي انا بالبيت بدي اشتغلها عشان اطور من نفسي فيعني بده التزام تقريبا يعني بصراحه مرات انه مش دائما يعني مرات بتفلت ما عم بقدر اجمع بس يعني الواحد بيرجع بجمع وبرجع بالدارك يعني انا بالجامعه بدرس اوكي تمام معدلي منيح يعني جيد جدا فهذا إشي يعني يعني بخليني انه انا اكمل يعني عم بيعطينا التزام بصراحه في الحياه. صحيح صحيح وقادره انك تعطي الوقت المناسب مزبوط. لكل مكان بتكوني فيه. المنتخب الوطني واسماء كبيره اكيد انزرعت بتاريخ أكيد. منتخبنا الوطني لكره القدم سيدات امثال ستيفاني امثال ياسمين خير انشراح سولين يعني عدد كبير من الاسامي. المنتخب الوطني بالنسبه لك انا شخصيا ما فتت المنتخب الوطني بس بتخيل انها تجربه يعني راح تكون من اعظم التجارب يعني صار في حديث ولو من قريب او بعيد رحت يعني فتره شهر وطلع كان فتره تجهيزيه كانت بدايتي بعمر 18 يمكن فتو وبصراحه يعني ما قدرت اكمل فيه ما كنت مجهزه لانه لسه يعني كان انا ما كان صار لي كثير عم بلعب مزبوط المنتخب يعني بصراحة بحس تجربة كتير مختلفة يعني كتير بيحكوا إنه عم بتحس حالك عم تخدم بلدك فبحس شعور كتير حلو ويعني إن شاء يعني إن شاء الله البنات يعني بيقدروا يعني بيرفعوا اسم المنتخب ولسه في بنات مش بالمنتخب بيقدروا يفوتوا المنتخب فإن شاء الله يعني المنتخب يعني يكون يعني بيكون تجربة للبنات كثير بتكبر من مهارتها ومن نفسيتها صحيح لانا نحكي احنا عن جانب انه اغلب الصبايا بس يلعبوا باي رياضه بتكون فتره مؤقته بعدين بينشغلوا بهموم الحياه ويمكن تفاصيل ثانيه هل انت ببالك هدف معين توصلي له بعدين ممكن تتجهي للحياه العاديه او بدك تكملي بالرياضه على طول هلا بتخيل انه انا بدي اكمل بالرياضه لانه يعني الرياضه هي يعني هي اساس يعني بقدر احكي جزء من اساس حياتي فيعني لا يعني بشوف انه في ناس بيوقفوا وبصراحه بكون في ظروف انه خلص يعني بدها تنشغل بحياتها الشخصيه بس يعني بتخيل انه الواحد بيقدر يعني بيقدر برضه زي ما حكينا يوازن بين الحياه وبين الرياضه لانه الرياضه هي شغله جزء من حياتك بدها تكون شخصيه مختلفه تماما الرياضيه انا دائما بحكي يعني في شغف مختلف في حتى تعامل مع الاخر بطريقه مختلفه رقم 7 هو رقم يعني هو الرقم اللي بفضله دائما يعني انا صغيره 7 ويعني يعني في منه من رونالدو كريستيانو رونالدو اخذته يعني عاشقه للريال مدريد كثير يعني هو اكثر نادي من انا صغيره هو اللي يعني هو اللي خلاني انا افوت في الفوتبول وبدي احكي كمان شغله انه الفوتبول بيعطي شخصيه بيبني شخصيه مش بس يعني ننسى الجانب الرياضي لا هو بيبني شخصيه صح. الفريق عمل جماعي يعني بعلمك على الجهد الجماعي برضو على الجهد الفردي انه بدك تنمي مهاراتك عشان تفيد الفريق فيعني التميز بين جماعه كمان مزبوط. كتير صعب يعني بتحاولي مجهد. تثبتي نفسك قدام يعني بين زميلاتك بالفريق 100% وهي يمكن التعامل بروح الفريق بالملعب شوي بدك تكوني مرتاحه اكثر وحابه اللعبه اكثر معهم مزبوط هلا يعني انا اول ما بلشت ما كنت عارفه حدا كان شوي مزعج بس يعني هلا يعني كثير كل البنات حتى الافرقه الثانيه يعني كلنا زميلات بصراحه يعني ما في يعني عندنا روح المنافسه في الملعب خارج الملعب جميعنا انه نحن يعني صديقات فيعني يعني حلو الواحد يكون يعني صديق مع مين معاه بالملعب صحيح كل شكر لك لانا حبينا نتعرف عليك شكرا لكم شكرا لاستضافتكم الحلوه هاي سريعه وتضل هيك اليوم بموت كره القدم بجوز لانه الجميع اكيد بيتحدث عن حدث واحد وهو المرحوم راتب العوضات
كل شكر لوجودك معنا. ثانك يو. شكرا. إذا مشاهدينا رايحين وراجعين لنحكي شوية ردود أفعال من اللاعبين حول وفاة راتب العوضات.